مالك يا عزم؟ ماليش يا حازم. كلام ماما ضايقك. تفتكر ايه؟ على فكره ممكن اسيب لكم العز ده كله وارجع مكان ما جيت. انتوا شككتوا في نسبي، شككتوا في انا ابن زين العطار ولا لا؟ ما هي ماما معذوره يا عز. معذوره ازاي؟ بس انت لازم تقول الكلام ده، ما هي امك. لا انا مش بقول كده عشان هي امي، انا بقول كده لان انا عارف امي كويس، وعارف انها لما بتحس حاجه بتبقى حقيقيه. حتى ده حازم تقول الكلام ده؟ بص يا عز، انت ساعه لما دخلت علينا البيت بعد موت ابويا الله يرحمه، انا حبيتك، حبيتك من غير ما افكر انت ممكن تبقى اخويا ولا لا. حبيتك لان انا كنت محتاج اخ، حد يبقى في ظهري، عشان كده ما فكرتش في الحقيقه. انما بعد ما امي طلبت كده بقيت انا اللي عايز اعرف الحقيقه. قصتك دي فيها حاجه غريبه يا عز، يعني اه هي قصه حقيقيه، واه ابويا اتجوز امك، بس فكره ان انت تبقى ابن زين دي حاجه مشكوك فيها. انا سالت على فكره عمي سليم وبرضه ما عرفش، عشان كده اضطريت اسال حد قريب منك. مين؟ كفايه قوي لحد كده. حازم ما يستاهلش منك كل ده. ندى حكت لي على كل حاجه على فكره. قالت لي انها حبيبتك وانكم كنتوا جايين تنصبوا على عيله العطارين ووعدتها بالجواز. بس واضح ان انت حبيت المكان هنا. حب المكان قوي. لا ده كمان تصدق انه ابن زين العطار. انت هتصدق البنت الكدابه دي عليا؟ يا ابني انا اخوك. يا ابني دي اتجوزت مروان، انت عارف مروان ده مين؟ ده اللي ابوه حاول يقتل ابوك، وهو نفسه حاول يقتل ابن عمك. اتجوزت مروان بسببك. اتجوزت واحد مش طايقه حتى ابص في وشه عشان بس هيحميني. من النهارده ندى في حمايه العطارين. وعلى فكره انا كنت هقتلك. بس ندى ما رضتش. امشي يا عز. امشي يا حازم. بس هرجع لك تاني يا قط. شكرا يا ندى. ما تشكرنيش. أهم حاجة بس خلي بالك من نفسك. ما تقلقيش عليا. أنا عديت بحاجات كتير أوي. كبرتني يجي 20 سنة. طب ما تخليكي معانا هنا. ما بقاش ينفع يا حازم. اللعبة خلصت خلاص. وبعدين انا دلوقتي متجوزه. اه مش بحبه بس مش عارفه، ممكن يعوضني عن كل اللي حصل معايا. على العموم لو احتجت اي حاجه هبقى انا موجود، والقصر ده كله هيفضل علشانك. عارفه واكيد هحتاجك. مبسوط قوي انك وافقت تقابلني يا نوح. انت سامعني يا نوح؟ ارجوك خليني استمتع بصوت خوفك. انت عارف ان ده من احلى الاصوات اللي بحب اسمعها، بعد صوت المزيكا والرصاص وصوت الموت. بحب قوي اسمع صوت الخوف. انا مش خايف، انا بس مستغرب. مستغرب مني؟ كنت متوقع انك هتخش تشوف زين العشماوي، بدله سكارف، ماسك في ايد سيجار واليد التانية بلعب قطة على حجري، مش كده؟ بصراحة من كتر الأساطير والحكايات اللي بسمعها عن سعادتك اعتقدت كده. الأسطورة
لازم محدش يتوقعها. ما تجيش في دماغ اي حد. احكي لك حدوته؟ ارجوك قول لي الاول، ايه رايك في المكان؟ المكان غريب قوي، كنت متخيل سيادتك هتقابلني في فيلا، في قصر، يخت مثلا. انا بحب اقابل ضيوفي هنا، المكان ده عزيز قوي على قلبي، ليه ذكريات معايا جميله. نرجع للحدوته. كان يا مكان زمان المكان ده كان محل لعب اطفال، وكان فيه ولد صغير غلبان كان نفسه يخش يلعب زي بقية الأطفال، بس معهوش فلوس، اشتغل وحوش وجه صاحب المكان مرضاش، قال له انت متبهدل هدومك وسخة امشي اطلع بره، وضحك عليه العيال. تفتكر الولد الصغير عمل ايه؟ بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، اشتغل وكافح وعمل فلوس كتيرة قوي واشترى المكان. قتل. ميزة كبيرة قوي لما يبقى ما عندكش حاجة تخاف عليها، خصوصا لما يبقى اللي قدامك عنده حاجات كتير يخاف عليها ونفسه يحافظ عليها. بس يا سيدي، ومن يومها المكان بقى بتاعي، وبحب اواجه هنا عشان العب واجيب شويه ناس تلعب معايا. بتعرف تلعب؟ احاول اتعلم. تتعلم؟ دخلت الامتحان ولسه عايز تتعلم؟ اتعلم اتعلم. الامتحان ابتدى، لو سقطت هتلعب معايا بشروطي، ولو كسبت هتلعب معايا بشروطي. تعالى ملعب يا سيف. السؤال الاول، انت ليه عايز تاخد مكان عيلة العطار في سوق السلع؟ عشان مفيش حد من عيلة العطار موجود. اجابة غلط. انت اللي بعدت عيلة العطار عن مكانها عشان كانوا واقفين قصاد اللي انت عايزه والناس اللي انت عايز تبيع لها. انا صحيح ما يهمنيش مين يشتري، لكن زين كان يهمني، وعشان كده كنت بحترمه انه عارف حدود اللعبة، وده اول درس لازم انت تتعلمه. لازم كمان تعرف إن اللي يجي على عيلة العطار ويزعلهم يزعلني قبلهم. ربنا ما يجيب زعل إن شاء الله. السؤال التاني، أنت عايز إيه بالظبط؟ أنا يا سيادتك مش عايز أوصل. هنكذب؟ كلنا عايزين، وكلنا عايزين نفس الحاجة، بس بنتكسف نقول. كلنا عايزين الفلوس. فلوس؟ في ناس بتخسر صحابها عشان الفلوس، قصص حب بتنتهي عشان الفلوس، حروب بتقوم، جنود بتتقتل، ستات بتترمل، اطفال بتتيتم، كل ده ليه؟ عشان الفلوس. المشكله ان احنا بنقعد نجمع في الفلوس عشان نعيش كويس، وبعد ما نجيب الفلوس بننسى نعيش. انت بقى عايز الفلوس ولا عايز تعيش؟ الاثنين. يبقى عايز الفلوس. يبقى بعد كده لما اسالك عايز ايه ما تقوليش مش عايز حاجه. هو عارف انا اسمي نوح ليه؟ انت تعرف انا سموني نوح ليه؟ في الحياه سيادتك ما حصلش الشرف. انا سموني نوح عشان اللي بيفضل على سفينتي هو اللي بيعيش بعد الطوفان. انت بقى شايف انك تستاهل تكون على سفينتي؟ باذن الله تعالى هستاهل ان شاء الله. كويس. ويا ترى قررت تكون انهي حيوان؟ يا نوح ما ينفعش. اسمع، وقتك انتهى وسقطت. يا نوح انا تعبت قوي عشان اوصل اللي انا فيه، وتعبت قوي عشان اوصل للشركه وعشان اوصل لك. كويس. مين قال لك ان اللي بيتعب هو اللي بيوصل؟ مش دايما اللي بيتعب كسبان، كسبان هو القوي.
سيف العزازي مش هيتحرك خطوة واحدة من دول. عشان خاطري أرجوك جربني مرة واحدة وأنا هعمل أي حاجة أنت عايزها مني. وقتك أنت. الفيران أول حاجة بتنط من المركب، عشان كده لا يمكن يبقى عندي فيران على سفينتي. بعد كده أما أحب أبلغك حاجة هبعتلك مع ليلى. والمرة الجاية لما تحب تقابلني، لو في مرة جاية، لازم تجيب معاك كبير من عيلة العطار. يلا يلا. ليه بقى؟ ده ما شافنيش. كويس قوي انه عرف يشوفنا انا. كمل لي بقى الحكايه اللي كنت بتحكيها. انا لحد اللحظه دي ما عرفاش اصدقك يا عمار. انا نفسي ما كنتش مصدق روايه لحد ما رحت مصر وقابلته. طب هو حكى لك حاجه تانيه؟ قال لك امك منين؟ من انهي بلد؟ اتجوزها فين وامتى؟ قال لي ان امه ماتت من زمان، بس معرفش ليه انا ما كنتش مصدقه. واشمعنى صدقته لما قال انك ابني؟ عشان هو مش مجبور يقول كده يا رايا. محدش هينسب ابنه لنفسه لو كان ابنه بصحيح. عموما ده مبقاش موضوعنا. كده كده العموديه ما بقتش لحد فينا. وانا اسف ان انا ما عرفتش انفذ وصية عم عبد القادر. أنا مش مصدقة إنهم كلموني وقالوا إنهم اختاروا عمدة جديد. أكيد وفيق المحمدي. اتفضل يا عمدة. الحمد لله على السلامة يا حسن. نورت بيتك يا حبيبي. الله يسلمكم. أنور بأصحابه ياسمين. كنت عارفه انك مش هتسيبنا لوحدنا وهترجع لنا تاني. الخلافات اللي ما بيننا حاجه، وعداوات مع الناس حاجه تانيه خالص. وبعدين من الواضح ان هم مش هيسيبونا في حالنا غير لما كلنا نتحد ونبقى مع بعض. صح. هم عارفين ان احنا لما نتفرق يبقى اسهل ليهم يقضوا علينا. عشان كده رجوعك ده هيخلي اللي باقي من العيله يقفوا تاني مع بعض. كلام حضرتك كان صح من الاول. الموضوع اكبر من الضرب كتير. واللي بيحصل دلوقتي مش طبيعي. متعب بالقادر وكمان محدش عارف أراضي عم سليم فين، وصالح ربنا يكون معايا ما بين الحياة والموت. محدش عارف أي حاجة عن فارس ومراته. أكيد كل ده مش بالصدفة. من واضح إن المركب بتغرق وأنا هفضل أشد فيها حتى لو هغرق معاها. زين كان دايما يقول لي إن أنت مش زي باقي ولاده. ساعات كان كلامه بيضايقني، بس لما عرفتك كويس عرفت إن كان عنده حق، وندمت إني ما ربيتكش مع ولادي. إيه بقى لزوم الكلام ده دلوقتي؟ ملوش لزوم. والايام بوظته والايام برضه هتقدر ترجعه تاني. انا دلوقتي بس نفسي الاقي امي عشان ما اخسرش حضنها زي ما خسرت حضن ابويا. وان شاء الله بعد ما اخلص اللي احنا فيه هرجع ادور على عيلتي من تاني. احنا عيلتك يا حسن. الو. ايه جيهان؟ اسمعيني منيح. خير يا سراج؟ نعم. انت لازم تتركي القصر هلا. في ناس بدهم ينهوا حياه عيله العطارين كلها. ايه؟ انا مش فاهمه ايه انت بتقوله ده. عايز ايه؟ خدي معك اغراضك المهمه. انا طبعا رح احاول اني احميكي. سراج. الو. الو. مش فاهمه. سراج بيقول ان في ناس عايزين يقتلونا وفجاه سمعت صوت رصاص. طيب طيب ايه ده؟ ما تقلقوش انا معاكم. خير يا مريم؟ في ايه؟ طيب اطلع على فوق وانا اتصرف. يلا 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 اطلع اطلع. We'll be right back.
مساء الخير يا فندم. شرف كبير ليا اني اقابل حضرتك. طبعا انت مستغرب اني قابلتك بنفسي، بس للضروره احكام. احنا طبعا عارفين اللي وصلت له، وفاهمين كويس قوي قد ايه انت تايه ومحتاج تعرف حاجات كتير. انت ليك 3 اسئله اجاوبك عليهم وتمشي، بس انا عايزك تختارهم كويس. انا عارف وقت حضرتك طبعا، بس يعني سيادتك مش شايف ان 3 اسئله دول قليلين على موقف زي ده؟ كده فاضل لك 2 سؤال. وانا غلطت في ايه سعادتك؟ هو ده سؤال كويس. غلطك انك معرفتش انت مين. احنا في الجهاز هنا مختارينك من بين الوف، وانتوا قبل ما تحلفوا اليمين كل واحد فيكوا فاهم انه ممكن يموت واهله ما يعرفوش. احنا بس اللي الميت هندعيله ونترحم عليه، يعني مفيش ناشين، مفيش جنازات عسكرية، مفيش اسماء على الشوارع. المفروض انك اتعلمت في الجهاز ان قلبك ما ينفعش يصحى لحظة واحدة، لانه لو صحي انت هتموت او هيتسبب في موت حد من زمايلك. بس انت نسيت اللي اتعلمته. انا ما حبيتش ياسمين عطار. انا عارف انك ما حبيتش ياسمين العطار. حبيت اللعبة، حبيت القصر، حبيت إياد. يا مازن، قول يا مازن، أنت بعد ما اتصبت في خطف ياسمين كنت عايز تسيب العملية، وبعد هاشم ما عرض عليك العرض بتاعه رجعت وافقت. عشان ده كان اتفقنا من الأول إن أنا أعيش وسطيهم وكأني منهم، عايش زيهم، اشتغل بجد، بكسب بجد. مش بقولك انك حبيت اياد يا مازن؟ انا عايز اكمل. انت هتكمل، بس المره دي بقى مفيش فرصه انك تلغي العمليه، لان احنا في العمليه هدفنا كبيره. ايه هي الاهداف دي؟ انا هقول لك اهدافي، بس قبل ما اقول لك هفكرك بالحكايه من الاول. هنجيبها من ورا لقدام. انت يا مازن بقيت من عيله العطارين بشكل رسمي، بقيت في الشركه بشكل رسمي، اتجوزت بنتهم، هاشم زرعك جواهم اللي احنا اصلا زارعينك عند هاشم على انك ابن حازم الفرماوي اللي مات في امريكا من زمان. المعلومه دي سربناها للي ومحسن، وهو بقى سربها لهاشم ولزين. اللي مات مات يا مازن، واللي مات ما بيرجعش. بس احنا بقى هدفنا اللي عايشين. احنا عاوزين نتفرج من جوه اللعبة مش من برا. الهدف اللي زرعناك بيه من الأول في العيلة بسببه لازم نفهم مين اتقضى عليه ومين لسه واقف على رجليه.
ومين اللي اتقضى عليه ومن مصلحتنا نوقفه تاني على رجله ومين من مصلحتنا نجيبه الأرض. الأهداف الجديدة إنك تكون جزء أكبر من تجارة السلاح، تعرف كل حاجة بتدور في القصر، تعرف إيه علاقة الكفر وعيلة العطار هناك وباقي العائلات بتجارة السلاح. دار الأيتام اللي في النوبة إدارتها والمخازن اللي بتأمنها، الشركات والبورصة، السلاح اللي بيدخل إزاي ومين ومنين بيدخله. عايزك تعرف ازاي اللعبة كلها بتدور وبتكمل بعضها، مين الحصان الخسران ومين الحصان الكسبان. استغرب ليه يا حسن؟ ده انا اللي المفروض استغرب انك هنا. انا جاي الحلاله اللي بتوع يحيى، غريبه. ده انا كمان جيت عشان الحق العيله اللي بتوعها. خلاص نلحقها سوا. بس الكرسي ده ابو علي ما بيشيلش غير واحد بس. تقتل اخوك يحيى؟ ما هي الحكايه كده يا ابو علي؟ اللي اتظلم في حياته بيتظلم في مماته برضه. وانا وانت اتظلمنا كتير. بس انا ما عنديش استعداد اموت النهارده. ليه حد يموت؟ عشان حد يعيش. واللي بيتظلم ما بيظلمش. بلاش تظلم نفسك وتظلمنا كلنا معاك. ما بتشيلنيش انا حمل السنين اللي فاتت. واشيله انا ليه؟ واشيله انا كمان ليه؟ عشان في حد لازم يشيل يا ابو علي. بل اللي شايف ان اللعبه دي خلصت، ما خلصتش ومش هتخلص دلوقتي. مفيش شجره بتتشال من جذورها بالسهوله دي، والعطارين جذورهم ممدوده لسابع ارض، واحنا لازم نبقى جاهزين للحرب اللي هتحصل. الجزء الثاني من مهمتك بدأ، يلا تقدر تتفضل دلوقتي.